اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. إليسا يانكون هتكون معانا زي ما قلت لحضراتكم في الجزء الثاني من هذه الفقره. ازيك يا إليسا؟ مساء الفل. مساء الفل كابتن اسلام. مساء الفل كل الناس. مصريه مصريه. عايشين فين انتوا بقى؟ انا هتكلم عربي. اولا طبعا بينضم لنا واحد من العظماء الحقيقه في الترجمه، دكتور عمرو محب. الحقيقه اصر ان هو هيكون معانا في الجزء ده عشان يتكلم فرنساوي. ميشيل وإليسا هيتكلموا فرنساوي، فاصر الحقيقه دكتور عمرو ان هو هيكون معانا. غير بقى ان هو هيكون بعد إليسا وميشيل هيكون معانا بقى في الجزء الاخير بشحم ولحم، وهنكلمه عن حاجات كتيره جدا جدا. ارحب طبعا بصديقنا العزيز واخونا دكتور عمرو. عمرو طبعا جميل، من الشخصيات المحترمه جدا. عمرو فنانه. عمرو فنان. منور يا دكتور عمرو، وحشنا جدا. هنرحب بيك بقى ان شاء الله في الجزء الثاني. وطبعا إليسا منوره، انت قلبه الدنيا من امبارح على فكره، من الناس كلها عماله تقول لي إليسا معاك ومبسوطين، الاهلاويه كلهم مبسوطين بوجودك وبوجود ميشيل الحقيقه. اي نو ذاتس انكريدبل ذا سبورت. شيء لا يصدق. بتحسي بالكلام ده ولا يعني ده على السوشيال ميديا بس؟ بتحسيه في الشارع يعني ولا لا؟ I feel it everywhere honestly and I can see now even more for my dad, like they really supported my dad with this new role. And on social media it's crazy. وفي السوشيال ميديا طبعا في التواصل الاجتماعي طبعا. We feel so blessed for all the support and the love. And هو في حب وفي دعم كبير جدا اليوم، احنا بنحب كل الجماهير. انت مش متخيله كميه المسجز اللي جايه كلها كلمتين، انا بحبك جدا يا ميشيل، انا بحبك جدا يا إليسا، انا بحبك جدا يا ميشيل. انا بقرا، هحاول اقرا الاسماء بس لان كل الكلام جاي كده، انا بحبك جدا يا ميشيل، انا بحبك جدا يا إليسا. فدي حاجه يعني الحقيقه جميله جدا جدا. We love them more. Yes.